وإلى ملفنا الرابع والأخير إلى السودان، حيث أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي نفذ انقلاب 25 من أكتوبر الماضي في السودان، أعلن أن هناك مؤشرات إيجابية تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا للخرطوم، مؤكدا أن جميع القوى السياسية وبينهم العسكريون سيتمكنون من الترشح في انتخابات عام 2023. وأوضح البرهان أن هذه الانتخابات ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية، بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان حمدتي. البرهان قال إنه في الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا كان هناك نص واضح بأن كل مشارك في الفقرة الانتقالية لن يسمح له بالمشاركة في الفترة التي تليها مباشرة، ولكن اتفاق سلام جوبا أعطى المشاركين في الفترة الانتقالية الحق بأن يكونوا جزءا من الحكومة المقبلة. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشعب السوداني إلى تغليب الحس السليم والقبول بالاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الجيش، وذلك من أجل ضمان انتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان. وينضم إلي عبر سكايب من لندن عبد المنعم الربيع المحلل السياسي السوداني. أهلا بك معنا سيد عبد المنعم. عليكم السلام. طيب، رسائل متضاربة في الحقيقة بعث بها البرهان، مشاركة سياسيين في العملية السياسية بعد الانتخابات المقبلة وأيضا مشاركة العسكريين، كيف رأيت هذه التصريحات؟ أول حاجة أنا حقه بس دار صحيح لك، لأنه صدر تصحيح قبل قليل من مجلس السيادة ووضح أنه البرهان لم يقل بذلك، يعني هي وكالة الأنباء الفرنسية ترجمت الخبر، لكنها يبدو أنه في لبس عليها، وصدر تصحيح قبل قليل والبرهان قال لن يترشح أي عسكري من العسكريين في الفترة الانتقالية. أنا بس حبيت أصحح لك الخبر ده، لأنه الخبر المتداول أنا أفتكر أنه المصدر هو مجلس السيادة، ومجلس السيادة قال ما في حاجة بهذه الصورة. يعني وكالة الأنباء الفرنسية ترجمت تصريحات البرهان بشكل خاطئ، أم أنها نشرت تصريحات صحيحة وعدلها مجلس السيادة منذ قليل كما تقول؟ أيوة، مجلس السيادة أصدر قبل قليل أصدر تصحيح وقال إنه البرهان لم يقل بذلك، وأنا أفتكر إنه خلاص هو ما دام ما قال كده الناس يأخذوا بكلامه. والبرهان تحدث قبل كم يوم برضو، تحدث في لقاء مع العربية وقال أنا لن أترشح، فأنا أفتكر إنه الحديث الآن عن إنه العسكر يريدون أن يترشحوا وكذا، ده حديث بتاع قوى سياسية لا تؤمن، هي تخشى أن تذهب إلى الانتخابات يعني. المشكلة إنه يا أخي ليست في العسكر، المشكلة إنه نحن عندنا أحزاب سياسية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بإرادة الشعب. طب هو لديكم في السودان منذ 2019، كم مرة قال البرهان ووعد ولم يلتزم بوعوده؟ يعني من أين جئت بهذه الثقة في الجيش وبأن المشكلة ليست في العسكر، المشكلة في القوى السياسية؟ والله شوف الأزمة، هو شوف مما سقط النظام في قوى سياسية حاكمة، قوى الحرية والتغيير، وفي جيش بيحكم أيضا يا سيدي، هي ليس لا تحكم وحدها القوى المدنية، الجيش وقوى الحرية والتغيير حكموا بناء على وثيقة سياسية، هنالك وثيقة سياسية، هذه الوثيقة السياسية أعطت العسكر جزء من السلطة في مجلس السيادة، 5 عساكر في مجلس السيادة و6 مدنيين في مجلس السيادة وحكومة مدنية بالكامل. الأزمة ليست في العسكر يا أخي، خلونا نكون منطقيين، وأنت قبلك سمعت بكل انقلاب، وهذا ليس انقلاب، هو تصحيح لمسار الثورة. يا سيدي يا أستاذ عبد المنعم، عفوا يعني على المقاطعة، نحن رأينا هذه المشاهد قبل ذلك، قتلت بحثا في بلدان كثيرة وفي تجارب كثيرة، خرج العسكر وقالوا لم ننقلب وإذا به انقلاب دموي، قالوا أننا نصحح المسار فأخربوا المسار وخربوه ودمروه وأحرقوا من كان وراءه. عندما يعتقل قائد الجيش رئيس حكومة ويعزله ويضع قيد الإقامة الجبرية في كتب العلوم السياسية يا سيدي، هذا اسمه انقلاب، لم يذكر أحد أن هذا يصنف بأنه تصحيح مسار. والله رئيس الحكومة الذي اعتقله العسكر الآن عاد يعمل مع العسكر، يعني هو هل 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 يعني نحن أحرص على التحول أكثر من رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة الآن عاد يعمل مع ذات العسكر. هو الشعب دائما بيبقى أحرص على كل حاجة من المسؤولين، يعني برضو التجربة أثبتت ذلك. في حاجة بس أنا حق أوضح عليك وللمستمعين، تفضل.
وضع السودان يختلف، السودان ليس مصر، ليس تونس، ليس ليبيا. أنت ما تعمل مقاربات، لأنه نحن وضعنا يختلف، والسودان عندنا تجربة مع العسكر في 85، انتفاضة 85، حينما خرج الشارع السوداني وأسقط النميري وجاء سوار الذهب، عبد الرحمن سوار الذهب كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجاء حدد فترة انتقالية مدة سنة، وعبد الرحمن سوار الذهب بعد عام أجرى انتخابات. طيب جميل، يعني حتى لا نستغرق في نقاش الانقلاب وما شابه، إذا ما عدنا لتصريحات البرهان، وأرجو أن يكون هذا التصريح قد قال ولم يتم تصحيحه، الرجل قال أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة الدعم الغربي، هل هذا التصريح ترجم بشكل صحيح أم أنه لم يقله أيضا؟ والله يشوف مسألة الدعم الغربي هو مقصود به شنو، هو الغرب ما قدم دعومات للسودان، هي كلها وعود، هنالك وعود أنه سنعود صندوق النقد الدولي، إعفاء الديون، هذه كلها وعود يعني. نحن لا نعول على الغرب كثيرا، لكن السودان يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي حتى يعود، حتى نمشي في الطريق المسار الديمقراطي، وحتى تتحقق انتخابات حقيقية والشعب السوداني يدي برأيه ويختار من يمثله. لكن لا نعول على الغرب كثيرا، والتصريحات التي تأتي من الغرب أنت تعلمها، الغرب ليس حريص على الديمقراطية أكثر من الشعوب، الغرب ما كان حريص على الديمقراطية في مصر ولا كان حريص على الديمقراطية في تونس، زب ديمقراطية في هذه البلدان، والغرب ينظر يعني. نحن نعول على الشعب السوداني ونعول على الإرادة الوطنية في أن نحقق تحول ديمقراطي حقيقي. أشكرك، شكرا جزيلا من لندن عبر سكايب عبد المنعم الربيع المحلل السياسي السوداني، كنت ضيفي في هذه الفقرة. بذلك نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نذكر مرة أخرى بأنه يمكنكم متابعة برامج الحوار عبر منصاتنا على اليوتيوب، وأيضا التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا. نهاية هذه الحلقة، حتى ألقاكم في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله.